فهمي بن رمضان هو اللي يسأل جلاسي الحكم محرز المالكي ينبه على الجدار الدفاعي واحترام القوانين احترام المسافة اللازمة بالنسبة لمدافعي النادي الافريقي والجدار الدفاعي انتظار للتنفيذ ليس جلاسي فهمي بن رمضان والحس عطف التدخيل والجدار الدفاعي بالنسبة للنادي الافريقي الياس فهمي الياس فهمي الياس فهمي فهمي سوى والهدف الاول للاتحاد فهمي بن رمضان يسجل الهدف الاول للاتحاد الرياضي المنستيري قلت بنتق القوة فهمي بن رمضان بنتق الفنيات الياس جلاسي وفي الاخير يفتتح باب التسجيل فهمي بن رمضان 1-0 النادي الافريقي 1-0 عفوا الاتحاد الرياضي المنستيري 56 دقيقة لعب فهمي بن رمضان عبر كرة زابدة إغالة الحارس عاطف التخيلي على يمين هاي الإعادة بالصورة بعيدة بعيدة الكرة تضرب في القائم الأيمن لعاطف التخيلي وتدخل هذا الهدف الأول بالنسبة للاتحاد الرياضي المنستيري هاي الإعادة بأكثر من صورة في زاوية صعبة وبعيد عن الحارس عاطف التخيلي فهمي بن رمضان يعطي واحدة بلاش للاتحاد الرياضي المنستيري لطفي في 57 دقيقة لعب يتغير